أمان. حياكم الله، نحن الآن في ساحة شهداء غزوة أحد. حياك الله يا شيخ عمر. الله يحييك. يا مرحبا. نحن الآن جبل أحد طبعا خلفنا، لكن مع الظلام ما هو واضح، وجبل رماء أمامنا. طيب نحن في عندنا فضائل عديدة لجبل أحد، من ضمن الفضائل أنه النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بعديد من التشبيهات. يعني على سبيل المثال، اللي يتبع جنازة له قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. أيضا عندنا من ضمن الأشياء الثانية، أبغاك أنت الآن تساعدني من الأشياء أكيد. الثانية ها. اللي يربي كلب ما هو أيوه. كلب يعني حراسة، إنه يدافع عن مزرعة أو مكان زي كذا، يعني يربي كلب بدون حاجة، بدون حاجة بس يبقى كلب يربي. أيوه. ينقص كل يوم من أجره مثل جبل أحد. مثل جبل أحد قيراط كامل. شايفين يا جماعة اللي يربوا كلاب، أنت متخيل جبل أحد 7 كيلومتر طوله، وعرضه 3 كيلومتر، ارتفاع 1 كيلومتر، متخيل؟ ينقص يعني أجر. نحن ندور كبير. حسنات. الإنسان يدور حسنات. يدور حسن الوحدة. أيضا من الأمور الأخرى اللي شبهها النبي عليه الصلاة والسلام فيها بجبل أحد، دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لما الصحابة يعني ضحكوا من دقة ساقي، لما طلع على شجرة كان بيجيب شيء، فالصحابة ضحكوا من دقة ساقي. نحيفة مرة. يعني فإيش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم إنه لهذه وزنها يوم القيامة أكثر وأفضل من جبل أحد. فرضي الله عن عبد الله بن مسعود. أيضا من الأمور الأخرى اللي شبهها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص جبل أحد، في فضائل الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رضي الله عن صحابة الرسول، يعني ولا حتى نصر الرسول ولا أي شيء، ولا أي شيء. رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم، كوننا الآن عند شهداء غزوة أحد من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله.